في نفس اليوم الذي خسر فيه الفرعون المصري محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية التي تمنح من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، كللت مجهودات وتعب الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزية، حيث بات المصري محمد صلاح أول لاعب عربي وثالث إفريقي يتوج بجائزة القدم الذهبية جولدن فوتا والتي تمنح من إمارة موناكو الفرنسية، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة عام 2003. ومن شروط الفوز بالجائزة أن يكون عمر اللاعب أكثر من 28 عاما ولا تمنح لأي لاعب إلا لمرة واحدة في تاريخه. قبل محمد صلاح لم يتوج بالجائزة لاعبين أفارقة إلا الإيفواري ديدي دروغبا أسطورة تشيلسي السابق عام 2013، والكاميروني سامويل أتو نجم برشلونة وإنتر ميلان عام 2015. ورغم كونه أحد أساطير اللعبة والأكثر تتويجاً بالكرة الذهبية 7 مرات، إلا أن القدم الذهبية لم تعرف طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابقة، ولم يتوج البرغوث بالجائزة رغم تجاوزه 28 عاماً منذ عام 2010، إلا أنه توج بجائزة الكرة الذهبية 7 في مسيرته متفوقاً على جميع اللاعبين في القائمة. ليونيل ميسي ليوسع الفارق مع منافسه التقليدي رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية. وحقق ميسي نجاحا كبيرا في الموسم الماضي بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني، بجانب الفوز بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسية. وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب في قائمة المصغرة التي ضمت 30 لاعبا، حيث جاء المصري محمد صلاح في المركز 7 ب 121 نقطة، فيما حصل لوكا مودريتش على 0 نقاط، وحصل ميسي على 613 نقطة. إسراء سعد، آخر النهار.